معانا النهارده يا شباب هنعمل القرع العسلي، هنعمله عصيده نشتغل فيه. قولوا لي نشتغل فيه، انا جاهز. ده حاضر يا فندم. القرع العسلي عصيده، مقاديره على الشاشه. مقادير القرع العسلي عصيده. معانا قرع عسلي سليم ومطحون. يعني ايه مطحون؟ يعني بعد ما استوى ضربناه في الخلاط. هتجيب الاتنين مع بعض اهو زي الفل. ده حلو بالعسل. اللهم صل على النبي. والمقادير على الشاشه. قرع عسلي سليم وفي معانا مستوي جاهز عشان نكسب وقتنا، ووقتنا من دهب على شاشه القناه الاولى. ومعانا طاسه لطيفه وجميله، وتعالوا نشوفوا ازاي نعمل عصيده، القرع العسلي. حط الحله كده على النار. قواعد عمل العصيده اتعلمنا من امهاتنا: شويه دقيق، شويه سمنه بلدي من بين اصابع ايديها، معلقه فانيليا اذا موجود، والعسل بتاعنا الجميل خير ارضنا زهره البرسيم. دي المقادير، شفناها مع بعض قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا عشان نرجع نقدم شوربة الطماطم بلسان العصفور صيامي. معانا حلو ولطيف وجميل شتوي عصيدة القرع العسل وحقوق الطبع لدينا. وبس ناخد مع بعض نشتغل في العصيدة. طاسة شديدة الحرارة على النار. نجيب معلقة التقليب بتاعتنا المعتادة معانا، ما عدتش لا على بصلة ولا على تومة. معانا اهي عينيا، هطلع الخبزة دلوقتي، بس خلينا احط الايه؟ العصيدة على النار. وشوية سمنة بلدي. في موسم الشتاء السمنة بتبقى ايه؟ ماسكة نفسها شوية. زي الفل. هنحمر شوية الدقيق بتوعي في قلب السمنة بتاعة العصيدة. عندي جوز الهند بتنزل على الدقيق تتحمر. عندي شوية فانيليا بنحمرهم. ونسيب دول يا عم الشيف بيتحمروا كده. ايه فكرة العصيدة او عصيدة القرع العسلي؟ ان انا بعمل العصيدة المعتادة اللي هي عبارة عن دي وسمنة على النار، بتاخد عسل وقت التقديم، طعم الفانيليا فيها، طعم الحبهان فيها، طعم جوزة الطيب فيها، حسب الرغبة وحسب بلد المنشأ. اخواننا في الخليج يحبوا دايما مع العصيدة الحبهان والهيل، اللي هو الهيل. حلو الكلام؟ احنا نحبها هنا مع فانيليا. نقلب السمنة مع الدقيق لغاية لما نقلب كل ده مع بعضه على النار. حلوة أوي الجميل مع السمنة الحلوة. ننزل بالقرع العسل الجميل. يا سلام على القرع العسل، بيتكلم مصري. جبنا رعاية عندنا في التلاجة قطعناها مع بعض، فاكرين الأسبوع الماضي، الأسبوع اللي فات لما عملنا منها شوربة القرع العسلي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ده ممكن يتعمل ايس كريم، يبقى لطيف كمان. ممكن البطاطا، يا عصيده البطاطا. البطاطا انا احب اكلها مشويه والله يا شفيق بصراحه. في راجل طيب كده على نص الشارع بيعملها، بيديني طبق بطاطا حلو مع الشوكه في طبق حلو كده، دي حكايه. شفت؟ طلعت العصيده. يا فندم ايه تبس الخروف الضاري ده بس؟ قولوا لي. شايفين التقليبه دي كده اهو، بالشكل ده كده. كتف الخروف الضاني، كتف الخروف الضاني. خروف الضاني ده الكتف بتاعه ده له طرق كتيره متعدده الوصفات. ممكن نحشيه توم مع روزماري وياخد التتبيله اللطيفه من الملح والفلفل، ويتعمل في ورقه زبده مع ورقه فويل ويخش الفرن. الله، طعم الفانيليا طبعا جميل زي الفل. اوعى ايدك تروح على الحله اللي فيها بوكيه جرنيه، احنا مش بنعمل اكله، احنا بنعمل حلو. ايدك تروح على براد الشاي لو احتاجت ميه، خلي بالك هي مش هتحتاج ميه. دي العصيده اهي، عصيده القرع العسلي بالعسل، ويجعل ايامكم كلها عسل. على النار، نسيبها على النار لغايه لما تاخد غلوه. الله، جوزك في البيت دخليه المطبخ، قول له تعالى يا حبيبي بقى، مش عايز تاكل على السهل وخلاص، هو يقلب فيها لان دي عايزه تقليب مستمر علشان الدقيق يستوي مع العصيده مع القرع العسلي. تاخد مجهود شويه. ويبقى لها قوام. قبل ما نطلع الحلقه بتاعتنا تخلص بدقيقتين يا شباب، قولوا لي عشان اغرفها. يلا. التقليبه دي مهمه جدا. فيها جوز الهند، فيها جوز الهند، عايزين زياده جوز الهند، نحط جوز الهند زياده.
دي العصيده، جربيها واعمليها في ايام الشتاء. نقلب كده اهو. طبق التقديم يا عم الشيف معانا، اللهم صل على النبي، هو ده. الله، ما اقولكش. الله، رز ابيض معانا، ونغرف العصيده بتاعتنا اهي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ قرع عسل من خير ارضنا؟ فيها سمنه بلدي فيها. دي لما تبرد طبعا بيبقى لها القوام، خلي بالك. كل ما تبرد كل ما تشد. حلو قوي. معانا عسل نحل. الله. بص على العسل وهو نازل على العسل. شفت العسل وهو نازل على العسل؟ ده عسل زهرة البرسيم. كل ده من خير ارضنا. نازل يتناغم. عصيدة القرع العسلي بالعسل، فكرة لطيفة وجميلة، قيمتها الغذائية عالية جدا. عملنا طاجن الخبيزة باللحم الكندوز الشرايح بفكرة جديدة برضو، عشان لما اقول المطبخ رؤية وفن وابداع، ده مش من فراغ، خبرة السنين. يلا يلا اخر معلقة عسل للحلوين. هو ده.